خلونا نشوف اخبار الجو ايه. دكتوره ايمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه. دكتوره مساء الخير، المطر اخبارها ايه وهتستمر مده قد ايه؟ مساء الخير على حضرتك استاذه لميس، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. احنا زي ما احنا طبعا تابعنا اليوم النهارده كانت حاله عدم استقرار بدات منذ الصباح على المناطق الغربيه، اتاثرت بيها محافظه مطروح واسكندريه وكفر الشيخ والبحيره، وامتدت مع تقدم ساعات النهار لمحافظات الوجه البحري. وطبعا زي ما احنا شفنا القاهره الكبرى، القاهره والجيزه والقليوبيه، شهدت امطار تعتبر بين متوفره في بعض المناطق، وكانت رعديه ومصحوبه بضربات البرق والرعد، وايضا سقوط حبات البرد اللي هي الكرات الثلجيه الصغيره. طبعا السبب في هذه الحاله هو وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، في نسبه تبريد عاليه جدا في طبقات الجو العليا بتوصل الى 25 درجه تحت الصفر، ده اللي بيعمل على تجمد كرات الميه وسقوطها على هيئه حبات البرد اللي سقطت على معظم مناطق القاهره الكبرى، وشفناها في العديد من المناطق الجيزه والقليوبيه والقاهره، وده طبعا بسبب السحب الرعديه والركاميه اللي مأثره على هذه المناطق. تعتبر هذه الليله هي ذروه الحاله. طبعا الامطار ما زالت مستمره على العديد من المحافظات، اسكندريه، كفر الشيخ، البحيره، محافظات الدلتا كلها، القاهره الكبرى كلها ما زالت بعض المناطق مستمره عليها الامطار، لكن بدات تشف حدتها عن الساعات الماضيه. اتجهت الامطار حاليا لبورسعيد ودمياط والاسماعيليه، وهتتجه مع الساعات القادمه لمحافظات شمال ووسط سيناء. هتستمر معانا الامطار ان شاء الله غدا لكن اقل حده من اليوم. بالنسبه للسواحل الشماليه هتكون امطار متوسطه، الوجه البحري والقاهره هتكون امطار خفيفه الى متوسطه، القاهره هتكون امطار خفيفه ان شاء الله اقل حده من اليوم، لكن ما زالت ساعات الليل ممكن فيها بعض الرخات فترات الليل، لكن مع فترات الصباح هتبدا تقل حده الامطار وتكون امطار خفيفه ان شاء الله. شمال ووسط سيناء متوقعين ان يكون في سيول غدا مع استمراريه الامطار والطبيعه الجغرافيه والجبليه لهذه المناطق، متوقع يكون في سيول على شمال ووسط سيناء، وطبعا منطقه خليج السويس ايضا هيكون فيها امطار، ويمكن هذه الليله من اكثر المحافظات اللي هتتاثر بالامطار دمياط وبورسعيد والاسماعيليه والسويس، لان طبعا بدات السحب تتجه جهه الشرق، فهذه المناطق هتكون متاثره في الساعات القادمه بالامطار الغزيره الرعديه. طيب دكتوره ايمان، كان في بيان طالع من هيئه الارصاد بيقول للناس ما تصوروش البرق والرعد يعني بالموبايل، هل ده دقيق؟ ده حقيقي فعلا، لان اشارات البرق والرعد هي عباره عن شحنات كهربائيه، فلو احنا بنصور بالموبايل واتصادفت ان جت معاه شحنه كهربائيه من البرق والرعد، ده ممكن يسبب صعق الشخص اللي ماسك الموبايل وبيصور فورا، فده ممكن يسبب طبعا، فده يعني دي صاعقه كهربائيه. البرق والرعد عباره عن تكوين شحنات موجبه وشحنات سالبه، فده تعتبر صاعقه كهربائيه، فمهم جدا ان احنا دايما بنحذر منها، وخصوصا طبعا الاطفال، وطبعا مهم ان احنا اثناء البرق والرعد ما نلمس اي اعمده كهرباء او اعمده اناره، وتجنب طبعا اكشاك الكهرباء وعدم ملامستها، لانه ممكن يؤدي تسريب كهربائي وشحنات تفريغ شحنات كهربائيه ممكن يؤدي للوفاه اللحظيه، فمهم جدا فعلا ان احنا نحذر من هذا التحذير لكل المواطنين. فبلاش، واحنا لما بنشوف اي ظواهر برق او يعني برق بالذات على طول بنطلع الموبايل عشان نصوره، ده خطر. هيئه الارصاد الجويه بتقول ان ده خطر قد يؤدي الى الصعق. ده حقيقي فعلا، ممكن نصور من بعيد او من وراء شباك او حاجه، لكن ما نحاولش ان التصوير يكون مباشر، لا قدر الله ممكن تحصل صاعقه فتسبب الوفاه اللحظيه، فنحاول ناخد بالنا بقدر الامكان تجنبا لاي حاجه ان شاء الله باذن الله. طيب هل في كلام عن يعني هل عندكم معلومات اذا كانت المحافظات هتعطل بكره الدراسه في المحافظات اللي انتوا بتتكلموا عليها دي اللي هي زياده فيها في الامطار؟ احنا طبعا متابعين مع كل المحافظات، كل محافظه في متنبئ جوي متخصص بيتابع معاها اول باول، بيبعت لها صور اقمار الصناعيه اول باول، خرائط الامطار الساعيه، فحتى الان الوضع ما بيستدعيش اي تعطيل للدراسه، لكن فتره الليل هتحدد، لان في بعض المحافظات لو حصل ان في تجمعات ميه في الشوارع ما اتسحبتش فتره الليل ممكن يحتاجوا لتعطيل الدراسه، فطبعا ساعات الليل الساعات اللي جايه هتحدد افضل، واحنا متابعين وما زلنا متابعين حتى الان مع جميع المحافظات. دي محافظات ايه يا دكتورة ايمان اللي هي متوقع ان تزداد فيها الامطار؟ كنت قلتيها لو نعيدها تاني.
طبعا هي دلوقتي بتتجه لجهة الشرق، فمحافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس هتكون متأثرة أكتر بالأمطار في الساعات القادمة. لسه بعض المناطق في طبعا اسكندرية متأثرة بالأمطار في الساعات القادمة، فطبعا الساعات الجاية هتحدد أكتر. وطبعا المحافظة على حسب تعاملها مع كميات الأمطار في الشوارع بتقدر تحدد إذا كان تعطل الدراسة ولا لا. وإحنا ما زلنا متابعين حتى الآن من غرفة الأزمات في هيئة الأرصاد الجوية مع جميع المحافظات، وفي حالة وجود أي جديد احنا نتواصل معاهم فورا. واكيد السيد المحافظ لكل محافظه هياخد القرار المناسب اللي طبعا بناء على كميه الميه على نعم، الارض في الشوارع. شكرا دكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشارة عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. إذا في أمطار غزيرة على عدد من المحافظات طوال الليل، هل هيتم تعطيل الدراسة؟ لحد دلوقتي يعني ما فيش خبر دقيق أو خبر واضح إن في تعطيل الدراسة غدا، ولكن لو عرفنا إن في تعطيل الدراسة أكيد هنبلغكم في غضون هذه الحلقة في أي محافظة من المحافظات.